صندوق صغير، صندوق متوسط، صندوق كبير مليان بالاشياء العشوائية اللي انت ما انت عارف ايش هي. اعتقد واضحة، اخذت الصندوق الكبير. بس لحظة، صندوق قيمته 1000 ريال. يا ليل، ما عندي الا 55 ريال. امي، وبالفعل طقيت الصندوق بفلوسي. امزح. بعد فترة وصلنا للصندوق. مين؟ وهنا كانت المفاجأة. ايوه يا جماعة الخير، هذا الصندوق اللي دفعت فيه 1000 ريال. اذا هذا هو فعلا اكبر حجم، لو طلبت اصغر حجم فيش كانت راح تجيني المنتجات؟ مقلمية؟ ابدا كلامي في تحية الاسلام، السلام عليكم وعليكم السلام. هلا اسمع رامي، انت وهو هي معكم عمر خليل سيف الدين زرادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة ماكس اتش دي وفيديو جديد يا حبيبي. هذا هو الصندوق اللي قعدت انتظره كم شهور. خلوني اقول لكم ايش قصه الصندوق هذا. من جد لقيت موقع في الانترنت يوصلك صناديق فيها اشياء عشوائيه، مستحيل يقول لك الموقع ايش داخل الصندوق، انت وحظك. وطلبت اكبر صندوق على اساس انه تجي منتجات كثير كذا ونفتحها في المقطع والمقطع يطلع طويل، ما هو انتوا صرتوا تزعلوا من المقاطع القصيره. طلبت الصندوق واستنيت ابو كم اسبوع، 10 ايام، اسبوعين، الصندوق ما وصل. فرحت دخلت الموقع بكلم الدعم الفني اقول لهم يهو فين الصندوق ترى ما وصلني. اتفاجأت انه الموقع ذا اللي يسوي الكراتين العشوائية قفل. قلت بس 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 بس، سرقوني وقفلوا الموقع وهربوا بفلوسي. مرت الايام وانا بصراحة نسيت موضوع الصندوق. بعد كم ممكن بعد شهر اتواصلوا معي شركة التوصيل، قالوا السلام عليكم، اقول لك انت طالب شحنة من الموقع الفلاني؟ قلت لهم ايوه. قالوا حبيبي ارسل لنا صورة الهوية تبعك لانه الشحنة تبعك ممسوكة في الجمارك. انا قلت بس 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 بس، انا راح ادخل السجن اليوم. الموقع ما يحط منتجات غريبة، الموقع يحط ممنوعات. توقعت الصندوق حطوا لي فيه مخدرات ولا شيء ونكبوني. ارسلت لهم صورة الهوية تبعي وقعدت ادعي يا رب يا رب فرجها من عندك. بعد كم يوم وصلني الصندوق والحمد لله ما مسكوني ولا سجنوني، بس الصندوق مقطع ومشكشك، ماني عارف هم الجمارك شالوا منه اشياء ولا هو كذا اصلا تغليفه تعبان. اسمعوا ترى من دحين اقول لكم انا بريء من الاشياء اللي جوه الصندوق، والله ما اعرف ايش اللي فيه. ها ويطلع لي شيء من هنا من هنا. الامي دخل. بسم الله السلاح السري، هوب يلا بينا. الله يا جماعة الخير فيني كمية لقافة، ابغى اعرف ايش جوة الصندوق هذا. ايش هذا؟ هذه شنطة مليانة فيها اشياء كثير. دقيقة خلوها على جنب لانه في شيء كذا هنا في الصندوق لحاله. ايش هذا؟ شيء غريب. دقيقة خلينا نفكر مع بعض. في شيء كمان؟ لا ما في شيء الا الشنطة هذه والشيء ذا. بسم الله. اوه استغفر الله، من بدايتها اكواب بيرة. هذه الاكواب اللي الاجانب الكفار يشربوا فيها الخمر، بس عادي نستخدمها للقهوة يا اخوان. اللي بعده، اوه الشنطة كذا قال لك تتلون، حركات حركات يعني لونين. يا رب على 1000 ريال اللي دفعتها الاقي حقها هنا ما يضحكوا علي. بسم الله نطلع كذا اول حاجة. تدفع 1000 ريال تاخذ هذا. جيبوا لنا اشياء زي الناس. ايوه 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 يا رب مو اللي في بالي يا رب. يس اللي في بالي فلامينجو بالونه. لا بالله بالله ايش اسوي بهذه؟ يلا اتحمم معاها بعدين. لا 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 والله ما ادري ليش السخافات اللي زي هذه تضحكني. ايش هذا؟ هذا الشيء واضح انه فعلا غريب. ايش هذا؟ شايفين؟ حاجة غريبة. طيب وبعدين يعني هذا ايش تسوي فيها يعني؟ في زي الخرقة حقت تمسيح. والله ما ادري ايش ذا الشيء يا اخوان. اللي يعرف يكتب لي في الكومنتات. بسم الله بسم الله بسم الله. لا كرافتة ولا يهمكم يا ابو الكرافتات. ايه هذه مو كرافتة، ايش اسمها؟ انتوا فاهمين قصدي خلاص. السؤال الحقيقي، هل هذه الاشياء فعلا
قيمتها 1000 ريال والله انها شك. يلا ممكن يطلع لنا شيء من هنا من هنا غالي. بسم الله بسم الله. هذا الشيء غريب، ايش ذا؟ ريحته معفنه. ايش ذا؟ كذا يعني؟ طيب اتوقع انه هذه تبع اكل يعني، البسه عشان اللي ما بيوسخ ملابسه او شيء، او انها تبع حلاق، والله ماني عارف. اشياء فعلا فعلا غريبه الاشياء هذه. هيا خذ لك، انقطعت من بدايه. اوه والله الاغراض قربت تخلص يا اخوان. لا فرشه اسنان بس ملونه، ايش التخلف هذا؟ بالله حدفع 1000 ريال عشان تعطوني فرشه من بقالب 5 ريال اللي بعده. لا 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 لا، فرشه كمان ثانيه بالله. يلا مين يبغاها منكم يا المتابعين؟ اللي باقي اكتبها في الكومنتات. بسم الله. اوكي باقي اخر كم. في شيء معفن مسكته كذا. ايش ذا؟ بس ملمسها من فوق كذا ما اعرف كيف. ميداليه بنص ريال. نص ريال يا اخوان. الله المستعان الله المستعان. يا رب يا رب ايفون ولا شيء كذا يكون. ميدالية ثانية، ميدالية باتمان. والله يا اشياء لا قيمة لها، بالله ايش ابغى بمي. في زر هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اوووه والله رهيبة. لا لا هذه فيها كذا في 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 فعاليات شوية يعني كذا، إذا اللمبة طفت في بيتكم اعطيها عيون الباتمان. بسم الله. اوه أتوقع خلاص هذا آخر. خلاص؟ كرتون سوبر ماريو. هذا تبع ماريو اللي ينط عليه يصير كذا اكبر. مكعب زينه. يوه ما في شيء من هنا من هنا. والله حرام 1000 ريال دفعت. ما اعرف والله، انا ما اشوف صراحه انه الاشياء تستحق قيمه 1000 ريال والله، انت تشوف انها تستحق. يا حسرتي يا دجاجه، تخيلي 1000 ريال مشتريك، في النهايه الشيء الوحيد اللي تسويه بس. ما في اي شيء ثاني في الحياه. يا ليتني ما ضيعت ال 1000 ريال ووفرتها وقعدت اشتري بيك مسحب كل يوم لمدة سنتين. المهم حلقة جديدة من برنامج جو اكشن رويال نزلت يا اخوان، حلقة فيها تحدي لذيذ، تحدي انك تلعب ببجي وانت قاعد تنطنط. هل تقدر تلعب ببجي وانت قاعد تنطنط؟ خلونا نشوف. حلقتنا اليوم راح يكون فيها كمية ضحك مو طبيعية. او ماي جاد. ايوه حلو والله الجيم بدا يولع. ان شاء الله انكم تكونوا استمتعتوا في المقطع هذا، اذا استمتعتوا اضغطوا زر اللايك واشتركوا في القناة وانشروا المقطع في كل مكان. على الله اجيب بفلوس المقطع اعوض 1000 ريال اللي خسرتها. واللي يبغى الاغراض دي يكلمني في الخاص، ما ابغاها كلها شيلوها مني الا هذه، هذه ما حد يشيلها مني. اشوفكم على خير، السلام عليكم.